شلون تكون يعني سلسه ومرتاحه العجينه من التخميره مالتها، تكون بهالشكل هذا. بس هنا اوكي راح ناخذ الشيبك. شلونك بالشيبك عمور؟ مو زين. ليش مو زين؟ نفرش بهالشكل هذا. سجاد تقول انا بالشيبك بكل سريعة. هسه صارت اوكي. هنا عندنا تكون صينية البيتزا، شوية زيت نخليه اسفل الصينية بالشكل هذا. أنا أعرف يا عباس على فكرة. طيب إذا ممكن نرجع نعيد مقادير اللي هي الجبن قلت أنت راح نخليه، وراح نخلي اللحم. راح أشتغل بالشاورما اليوم، راح أشتغلها. نعم. إي وأنا عندي الفطر راح يكون عندي والجبن. هسه إحنا فرشة راح نخلي بالتدريج، شوفكم شلون. تمام. نخلي هسه هنا أوكي. هنا أوكي. خليناها بالشكل هذا. ممكن احنا اذا نسويها محشيه الاطراف ناخذ العجينه نكبرها بعد اكبر، خليها تنزل منها ومنها ونحشي الاطراف ونلفها. بس هنا صارت امور اوكي. نجي هنا الصلصة اللي اشتغلناها تكون عندنا بهالشكل هذا. راح نخليها بهالشكل هذا. ناخذ خاشوق تكون مسطحة ونخليه بهالشكل. هنا اوكي. شفتوا شلون سوينا صلصة؟ ولا اكيد ريحتها يكون طيبة هي للتتبيلة اللي ضفناها. فما نخلي تكون العجينة الصلصة على الاطراف، بس داخل تكون للحشوة فقط. هسه هنا اوكي مثل ما شفتوا تكون بهالشكل. راح نجي هنا عندنا الشاورما، شاورما اللحم اللي هو القص اللحم. راح نضيفه بهالشكل هذا. ممكن احنا نجيب من برا، ممكن احنا نشتغله بالبيت، واي نوع من التتبيله اقصد الماده نقدر نخليها، اللحم او الدجاج او الشرائح اللحم نقدر نشتغله، او بس الجبن او بس الخضار. هسه نفرشها بهالشكل هذا. لا اوكي كل التتبيله عندنا جاهزه. راح يكون عندي هنا الفطر، الفطر هنا اوكي. ورا ما تجهز نخليها بالفرن، داس الحالة تكون 200 نخليها جوا وفوق مشتغل. خليها تقريبا تقريبا. هسه حنخلي الجبن. هسه مثل ما خلينا الصلصة والشاورما او شرائح اللحم او الدجاج، اي نوع انتم تحبوه ممكن نضيف. خلينا الفطر، ممكن انتم اذا ما يحبون الفطر ما تحبوه عادي ماكو مشكلة، بنخليه مو ضروري. احلى شيء يا عمر بالبيتزا الجبن بصراحه، يعني ايش قد ما ممكن انت مثلا خلينا نفرض ما تحب البيتزا، بعد ما تشوف الجبن لا تصير شكلها وطعمها كلش طيب. والجبن هذا المبروش موجود باي مكان، جبن البيتزا هذا شو الوقت يا عباس؟ يعني ربع ساعه اذا تقريبا تاخذ
ربع ساعة تكون عندنا جاهزة، يعني قصدك الفرن؟ اي تمام عباس. طيب بس احنا بعد ما نخلي البيتزا بالفرن بعد الربع ساعة، طبعا احنا هسه تقريبا ساعة بالتسعة وثمانية وعشرين دقيقة، انت من هسه راح تبلش بعد ما نخلي البيتزا بالفرن راح تبلش تجهز الباتشا، لان احنا نعرف ان الباتشا يرد لها وقت. اي طبعا اكيد. اي يعني اقل يعني المعتاد انه الباتشا يرد لها وقت، خلينا نفرض اربع ساعات خمس ساعات، لكن عباس يقول انه اني اليوم راح اسوي الباتشا، احنا نعرف البرنامج مالتنا ثلاث ساعات كالمعتاد، احنا هسه خلصنا نص ساعة، بقت ساعتين ونص. فبهاي الساعتين ونص انه عباس يقول انا راح اخلي الباتشا تستوي، وحتى اللحم الطريقه بالفعل طريقه اللحم راح اخليه مستوي لدرجه انه كانه ما خليه فد خمس ساعات، فيعني مثل ما قال عمر اختبار العباس اليوم راح نسوي. لا انا اشتغلت الباتشا هنا يمكن مرتين مو يا سجا. نعم اشتغلتها طبعا انا اول مره اكون ويا عباس انه يسوي الباتشا، كل ما سجا تكون يعني البريك مالتي، فاليوم اول يوم راح اشوف عباس هو يسوي الباتشا ومنها اتعلم بعد. اوكي مثل ما احنا قلنا الباتشا تحب النار الهادئه ما تحب النار القويه. فهسه صارت عندي بهالشكل هالبيزا، حنخليها تمام هسه ربع ساعه على ما تجهز عدي، وراها نحكي نسولف نقول على مود الباكه. لازم يكون ويا الباكه اللي هو نص كيلو من اللحم العجل. نعم. اللي هي نسميها العصفوره. نقدر ناخذ من القصاب نقول له اريد صير داخل فخذ العجل. تكون طريه، لحمه طريه، فتكون طعمها غير شكل، والمي مالتها السوب مالتها يكون غير شكل، راح يتوالم ويا الباكه تكون. عندي هنا راح يكون عندي نص كيلو لحم العجل وياها، راح يكون عندي الباكه هنا مقطعها وجاهزه مثل ما تشوف يا عدي. شو تقول؟ عدي طبعا تباوع عليك الباكه وعيونها عسليه ها حلوه. هنا عدي والرجلين والرجلين تكون موجوده هنا وياها. هنا ناخذ المقادير اللي موجوده عندنا، اللي هي عندنا هنا عود الدارسين والنوم البصره قطعه، وهنا عندي ثوم. ناخذ المقادير على الشاشه اللي هي حتكون عندي الباكه. هنا عندي اكيد نظيفه وغاسليها نغسلها بالماء البارد، ممكن جلافه نشتري جديده ممكن عندنا ونجلفها من فوق حتى ما يكون عندنا. راح يكون عندي الدارسين عود وجوز الطيب راح يكون موجود، والكركم والنوم البصره والثوم راح يكون عندي، والبصل والهيل زائد قرنفل زائد ملح دهن حر 2 ملعقه، واللبن الزبادي اكيد الدهن الحر واللبن الزبادي راح نضيفهم بالاخير. بالاخير هذه اللي هي راح تكون هاي وراها. هسه شو راح نسوي؟ مثل ما شوف كون على نار هادئه ومخلي انا زيت هنا اسفل الجدر، راح نجي ناخذ اللحم ونخلي الباكه الحلوه حرامات يعني هالشكل هذا عندي هنا. طبعا راح نصبه بالصينيه كامل، خليه بهالشكل هنا. عندي الرجلين راح تكون عندي بهالشكل هسه هذا، وراها ورا ما ضفنا هذين المواد عندي هنا النوم البصره والعود الدارسين والفلفل والقرفه والهيل. طيب الثوم بتميته تخلي هالشكل هذا، عليك هالشكل هذا الثوم تخلى، بس القشر ماله فوق شايلي راح نضيفه بهالشكل هذا، قطعه نوم بصره بهالشكل هذا. نعم. والمواد فالباكه الامور مالتها بالمي مالتها فقط. أوكي. فما ما يحب اضافات، ما يحب يخلي كركم او كاري هوايه، هو كله شيء قليل نضيف، شيء قليل نخلي. هسه خليت المواد الجافه حاليا هالشكل هذا وخليتها على نار هذا، ايش راح اسوي؟ نسميه احنا التكميخ، كمخها بهالشكل هذا على البخار تقريبا 10 دقائق 7 دقائق، يعني ويا استواء البيتزا وراها عندها يكون المي الحار موجود هنا، مي حار ورا ما تكمخ وتجهز عندنا راح نخلي المي الحار فوقها ونخلي المواد اللي باقيه موجوده تتكمخ تتكمخ. اذا بما انه تحتاج 10 دقائق واليوم خميس والرياضه اليوم هي مميزه، هي رقصه الزومبا او رياضه الزومبا، خلينا نتابعها سويه. نعم. وبعدها مكملين مشوارنا الصباحي لهذا اليوم. اهلين. هسه نجي هنا حتى نكمل مقادير الباكه. اوكي.
عندنا هنا خليناها تقريبا 10 دقائق نعم على التكميخ على نار هادئه. خلينا البصل وخلينا الثوم وخلينا التوابل الهيل والقرنفل. راح نخلي هنا عندي جوزة الطيب تتبيله. جوزة الطيب ضفنا. راح يكون عندي هنا الكركم. كركم ضفناه بهالشكل هذا. اوكي. لهنا راح ناخذ بهالشكل هذا. حتى اشوفكم شلون يكون. خلينا بدت تتكمخ بهالشكل. هسه ضفنا التوابل اللي موجوده. زيت يعني ايش قد خليت ربع كوب؟ الزيت تقريبا ربع كوب حسب الرغبه حيكون عندي زيت، ممكن الزبده ممكن نضيف اللي هي اكو يحبون اللي هي نقدر نضيفها وياه. هسه صارت عندي بهالشكل هذا ويا البصل ويا الهيل الموجود ويا الامور الموجوده. هسه هنا اوكي؟ نعم. وراها راح نجي نخلي المي. ايش قد مي راح تخلي عباس؟ راح نخلي المي، عندي هنا جدر مي مخليه مي حار. هنا اوكي، هسه راح نشيل الجدر ونخليه وياه هالشكل هذا. هذا عباس المي يكون فاير مفور. طبعا مي حار لازم يكون. راح نجي نخلي المي الحار. خلينا هنا المي اوكي. هاي خلص هيك يكون احنا مكتفيين بالمي. هسه هنا اوكي. هسه نخليه على نار، هذا هو بدا يفور لان احنا المي حار عندنا وهي على النار. ايش راح نسوي؟ نودعها. نودعها. طيب هسه ننتظرها على ما تجهز عندنا. احنا هم نودع عباس معناته. لا اوكي. عباس لا نشوف البيتزا. هسه لا خلينا نشوف البيتزا. ها صح انا عندنا البيتزا كيف؟ ما انا متاثره بالفواكه ناسي الفطور والبيتزا. جهزت؟ وهاي البيتزا صارت عندنا بالشكل هذا. واو شكلها حلو حيل. اوكي. هسه راح عباس انت راح تقطعها يعني؟ اي راح نخلي شويه من الزيت حتى يكون الشكل احلى ويكون متى بس عندنا الاطراف. زيت الزيتون. خليه بهالشكل هذا. يكون هذا الشكل. صار ويا الشكل هذا مالتها اللي شفناه مثل ما تشوفون. هسه حنقطعها حتى نشوف شنو امورها. هنا اوكي صارت عندنا بهالشكل هذا. مثل ما شفتوا طبعا عمر قبل شويه هذا الشكل مالته ويا عباس قالوا ودزونا على السوشيال ميديا انه ايش عجب سويت عباس سوى بيتزا وباتشا بنفس الوقت، يعني شلون احنا نقول شنو الربط؟ انا شنو جاوبتهم؟ قلت لهم انه البيتزا الصراحه الاكثريه والكلهم ياكلونها. الباتشا مو الكل بصراحه انه يرغبها. فهذا الجواب كان، وعباس بالفعل جنن البيتزا. عاشت الايادي يا عباس. اوكي عاشت ايدك عباس. ونقول الف عافيه لكل من يتابع فقره مطبخي مع الشيف. نعم. عباس. اذا على الهواء مباشره مستمرين مع باقي فقراتنا الصباحيه لهذا اليوم، وايضا على المباشر مع الزميل الانيق احمد ركابي اللي اليوم متواجد في يعني عباس عايفني وحدي انا يعني والباشا.
يعني الشكل فتشي. عباس الحقلي ما اعرف الباشا استوت. حارة ما اقدر افك. اليوم يعني فعلا اكله مميزه، فقرات مميزه ان شاء الله. نتمنى انه عجبتكم، ومثل ما شفنا وصلنا الى فقره مطبخي مع الشيف عمر محمد. بما انه اليوم عباس عافني وسجع عافتنا، فراح انفرد اليوم بالباشا وحدي، بس اريدكم تساعدوني شوي، يعني راح تكون الاتصالات مفتوحه امامكم وساعدوني شوي، لان مو كلش قوي بالباشا يعني وبالطبخ. فنتمنى انه اللي عنده شويه خبره معلومه انه يتصل وشويه ينطينا بعض المعلومات. هذا جدر الباشا موجود، اعتقد اذا ما اجى عباس اني راح اشتغل بكيفي. هذا راح خليه يجي لعلي عباس، اذا ما يجي الشيف عباس يعني راح اديره، يعني شكو شي قدامي اديره. ما يجي الشيف عباس؟ ما يقبل يجي، تمام. هنا ما اعرف هنا ايش ده يحمي هو. لكن الباشا يعني اكيد لا تعليق عليها، ما يحتاج، هي من كيفها مع النار مع الشغل. شيف عباس تعال حبيبي، وين كنت؟ وين كنت؟ عموري شلون الصحة؟ شلونك؟ شلونك الايد؟ ما عليك هناك تخلي كاتشب مربى شنو هاي؟ شوف تخلي كاتشب، تخلي دبس رمان، تخلي هاي. اسحب الجذر اللي جاي عليك، يعني قربه هيجي؟ اي قربه اللي جاي. يعني احنا على المباشر. لا لا عمر في الوصلة. وانا ما ادري ما وين هو يعني بالثلج غير بالنار. المشاهدين راح اترككم ويا شيف عباس ويا الباشا، راح اقعد هناك ابو علي، يعني من بعيد الاتصالات راح تكون مفتوحه وراح تظهر الارقام اسفل الشاشه وقنع نفسك في راس. بالعافيه عمو، يلا راح اقعد هنا انتظر ابو علي. شكرا لك عمو. اكيد المشاهدين الكرام وصلنا الى فقره الغداء اللي راح تكون عندنا الباشا. شغل الباشا مثل ما شفتوا شلون الصبح اشتغلناها، خليناها بشويه زيت وخلينا المواد مالتها الدارسين والقرفه والهيل، وخلينا شويه من الفلفل والبصل والثوم ضفناه. بقى عندنا هنا راح يكون بالاخير اللي هو اللبن الزبادي، راح يكون عندي هنا الدهن الحر راح نضيفه وياه، وشويه من الملح راح نضيف وياه. اوكي مثل ما تشوفون ممكن احنا منو يا منو من فاطمه؟ فاطمه يا فاطمه. نعم شيخ عباس. شلونك؟ شو اخبارك؟ والله الحمد لله. شلون امورك؟ والله بخير شيخ عباس. عيوني ممكن اعرف شلون عجينه البيتزا تصير؟ عجينه البيتزا؟ انت متابعه لو مو متابعه؟ لا متابعه. يعني انا اليوم اشتغلت عجينه البيتزا، اليوم خصيصا الصبح اشتغلت بالتسعه، كانت 9:05 اشتغلت عجينه البيتزا وعجنتها، حتى الصلصة اشتغلتها صلصة البيتزا، واشتغلت البيتزا كلها من الباء للتاء. وهاي البيتزا هتكون على الشاشة، البيتزا ناخذ مقادير البيتزا اللي هي يكون عندي طحين نصف كيلو، حكون عندي البيكنج باودر 1 ملعقة طعام، الفانيلا 1 ملعقة طعام، سكر 2 ملعقة طعام، سكر عادي يعني حبيبات، الكو عندي الخمرة 1 ملعقة طعام خمرة حتكون عندي مسح. حليب يكون ممكن نصف الكوب او من خلي نصف الكوب، ممكن ملعقتين بودره طعام للحليب، ممكن زيت الزيتون 5 ملعقة طعام، بيضه واحده حيكون عندنا، راح يكون يانا الملح. راح نجي للعجنه مالتها. شكرا لك. العجنه مالتها ممكن احنا نص كوب من الحليب الدافي نضيفه وياه ونعجنه به وقليل من المي، وممكن احنا مكان ما نخلي الحليب السائل نخلي الحليب البودره 2 ملعقة كبيره، وراح نزيد كميه المي، ممكن كوب واحد 3/4 الكوب حسب الطحين، حسب يكون اكو طحين يسحب المي هواي واكو طحين لا، كل ما نخليه له يكون هو جاف. فنجي هنا للمقادير الباشا ممكن، واليوم راح نشتغل الطرشي، نتبل الطرشي وياه اللي هو يكون تدبيسه الطرشي او تتبيله الطرشي اللي هي جاهزه للاكل. ناخذ مقادير الباشا، شو تقول يا فرس؟ وهاي الباشا حتكون عندنا على الشاشه، اكو عندي باكه منظفه وكامله اكيد. راح يكون عندي لحم عجل نصف كيلو اللي هي العصفوره نسميها احنا، ناخذها من العجل
نخليها ويا حتى طينا مونه وحطينا طعم يكون اطيب ويا البر. دارسين نعود حيكون عندي واحد جوزة الطيب، واحد ملعقه طعام اللي هي جوزة البوا موجوده اكيد موجوده، كركم واحد ملعقه طعام، النومي بصره واحد حبه، ثوم واحد حبه يعني واحد فص يكون نظفه ونخليه كامله بدون ما نقطعه. بصل واحد حيكون عندي حبه بصل، هيل زائد قرنفل زائد ملح، دهن حر 2 ملعقه، راح يكون عندي لبن الزبادي راح نضيفه بالاخير. وهنا خلينا الباكه بهالشكل هذا، اول ما غسلنا الباكه بالمي البارد وراها راح يكون عندي من ما خليناها حمصناها شويه بالزيت، ويعني نقول نكمخها. صباح الخير. تعبانك انا ما راح اجي، شلت شعري. صباح الخير. كلش شفت والله شوف. يعني قلت للعمر قلت له هاي الباكه حصير لك. اسمع ايه. شلت شعري. ايه. اوكي. حضرت لك. حلو. حتى شنو؟ ايه. ابلش وياك الباكه. انت حيكون هذا شغلك الباكه، وهاي الباكه. انا راح اشيلها. اوكي. هاي فيك صح؟ عادي نقصها؟ لا اوكي. او لا انضم لك كراعين؟ انطيني. انضم لك كراعين بيها؟ انطيني بس خلنا. اوكي. هذا اشتغل ضيحه. هسه مثل ما شفنا سجال اليوم شلون اشتغلنا الباكه. انت لازم شوفوا يا رب يتعبني. انت لازم اليوم تشرحين على الباكه. اليوم اشرح على الباكه. يلا شلون اشتغلناها؟ قولي لهم شلون اليوم اشتغلنا. انا اول شيء شفت عباس خلى الزيت. تمام؟ اوكي انا مالي شغل، انت راح تحكي. اوكي اليوم. اول شغله خلاه عباس زيت. بعدين الباكه نفسها كان منظفها وقال انه اني جبت جلافه جديده ونظفتها وما اعرف شنو، خلاها بالزيت وخلى وياها لحم قطعتين حسب الكميه اللي انت تريدها. لحم العجل لحم العصفور احنا نسميه. وخلى وياها راس ثوم واحد، وخلى وياها نوم بصره واحد، وخلى القرنفل واحده خلاها، قال اني راح اخليها تتخمر بالمعنى او تتكمخ يعني تتكمخ بالبدايه بما اعرف شنو، خلاها بعدين قلب القطع مال الباكه. احنا الفكره من كمخنا يعني خليناها وغطينا الجدر بدون مي وشعلنا النار عليه هذا، راح اي مي بيها راح ينزل اسفل الجدر راح يمتص النار. اوكي. راح ينتح تبقى ناشفه بدون مي بدون اي شيء. تمام. وراها عندنا مي حار يكون جدر يفور، قدرنا خليناه فوق الباكه وخليناها بوحده تهدر لحد ما صار وقت. وخلينا ناخذ اتصال من ام عباس. صباح الخير يا ام عباس. صباح الخير. صباح النور. شلونك شو اخبارك؟ الله يخليك، شلونك شيرعان؟ الله يحفظك، الله يخليك. شلونك سجع يعني اهلا وسهلا، صباح الخير. عمر شلونك شو اخبارك؟ ها زين الحمد لله. كنا طيبين ونسلم عليك يا ام عباس، انت شلونك؟ والله اني احب عمر. عمر يحبك ويحبكم كلكم واكيد الكادر كله يشرف فيكم. بدي اسال شيء عباس، شلون نحط الزبادي ويا الباكه؟ الزبادي شلون راح نخليها ويا الباكه؟ اي والله. اوكي هسه اكيد تتابعينا مو؟ انا متابعتكم اصلا. اوكي هسه حنخليها احنا راح اشوفك شلون نخليها ويا الباكه. زين انتم اليوم شهيتونا بهالباكه، شلون راح ناكلها؟ نجيب لك اياها بالعافيه يعني. لا ام عباس انتم باعوا علينا وخلاص انتم اكلتوها باعتبار. ان شاء الله بس اسلم على عمر. شكرا 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 للاتصال. اكيد يسلم عليك. ناخذ شيماء. شيماء من الانبار. شيماء يا شيماء صباح الخير. صباح النور. صباح الخير يا شيماء. شيماء شيماء شلونك شيخ؟ شلونك شو اخبارك؟ الله يسلمك شو اخبارك؟ والله الحمد لله انا اسال عليك يا طيبه. والله من رمضان نفسي مودي احاكيك يعني. الله وسه والله هاي منيك من الله بس احكي وياه. الله يخليك من ذوقك يا طيبه. الله يسلمك شلونك شو اخبارك؟ والله الحمد لله شلونك انت شو اخبارك؟ والله بخير الله يخليك. شلونك؟ والله الحمد لله اكيد يسلمون عليك كلهم. شفتي الباكه اليوم شلون شغل الباكه؟ يا شيماء شكرا لك يا شيماء. ناخذ مقادير التتبيله الطرشي يعني يكون تتبيله اللي هي للاكل ممكن ما نريده هيك ناشف ناخذها على حيكون عندي عصير الليمون نصف الكوب وعندنا دبس رمان نصف كوب أوكي. وثوم مهروس واحده ملعقه من الكوب والكمون أوكي. واحد ملعقه طعام
وملعقة طعام كتشب. كبيرة من الكاتشب والفلفل الأحمر البودرة أوكي. ملعقة طعام كبيرة وآخر شيء شطة واحدة ملعقة طعام الكبيرة بالعافية لهم أوكي. وخلنا نرجع نطمن عن الأكل. طبعا أنا عباس صار شهرين أنا أقول له سوي لي يا عباس هسه سوي لي يا عباس شالة طلعت الإذان موجودة صح؟ اثنين ها؟ اثنين اذان بيها لا يجي لذا يجي اذان وحده لا عباس انت مزاغل ذابها هو اشتغل تك هاي وحده ثانيه وينها؟ عباس الثانيه وينها؟ عباس لا تغير على الجو يمكن اخذها عمر يمكن اخذها عمر والله عمر اموت اذا اخذها والله وانا جبت لك اياها اليوم عيونها عسليه لا. يعني والله اختاريتها حلوه وجبتها هاي اول شيء اذان هاي موجوده والله لو ما موجوده كان زعلتكم زين الكبايات وينهن؟ والله ها اوكي الكبايات هي حيكون عندنا لازم شغل طويل شغل بيها تمام هم ناخذ فقره كامله حتى نشتغلها لازم احنا هسه لهنا طيب والمنابير؟ والله مو قلت لك انا لان كلهم بيهن شغلهم طويل تعرف انت وقت البرنامج طيب ممكن نسويها يا عمر ممكن احنا نشتغلها واحده ورا الاخر هاي الكبايات والمنابير الثانية. اوكي يا شباب زوموني على اذان الله يخليكم هاي موجوده هسه شنو مطلوب منك يا سجا؟ بين تسوين باكر؟ لا تسوين الصلصه اللبن شنو صلصه اللبن عباس؟ وتسوين هاي مو ثوبنه وتسوين خبزه ترد اني اوكي راح تذرين خبزه على تسوين دين الحر وتخلين اللبن وياه وتخلين كميه هادة. الملح اوكي هذا اي راح نخليه كامل تريده اوكي بسم الله وطيني اياها هات واخذ هسه ايش خليتي هنا؟ دهن الحر المي مال باكر خليتي دهن الحر اعطيني كم شي خلي اخذ لا كم كم ال شنو يعني كم كم هاي؟ يعني هاي شو اسمه؟ اوكي لا عيني اعرف اذا نجرب عباس لا هسه ناخذ خلينا دهن حر هنا اوكي راح تاخذ من الباكر مي الباكر راح نضيف وياه بهالشكل هذا اوكي لهنا يكفي اوكي اخليه هسه الزبادي؟ هسه راح تخلين الزبادي وتخبطيها خبطه حلوه اوكي زين انطيني بيش تريد بهاي اسوي اي بهاي على راحتك تخبطين بيها يعني بالهدوء طيب اسمح لي البس الكلابس حتى شنو يلا حتى ابلش هسه انت بعد هاي مطبخك انت بعد هاي الباكر باشتك مو مطبخك هنا مقطع الطرش بهالشكل هذا مثل ما شفتوا يعني ما اعرف انه انا دا اشوف الاتصالات يمكن لحد هسه انا ما كنت بالبدايه انه دا تشوفهم يا عباس يحبون الباكر ولا المشاهدين اي اكيد يحبون الباكر شوف انا دائما اشوف يعني صراحه اكثر الرياجيل اللي يحبون الباكر اكثر من البنات دائما البنات يحبون البيتزا الستيك هاي الامور بس احنا شويه لازم نطلع عن الخط الطريق اوكي هسه هنخلي الطرشي يا سجا بهالشكل هذا تمام رجع بنفس الكاسه يلا الشكل زبادي اوكي ودهن الحق والمي مال باكر ايه وشنو بعد خلينا راح نخلط هسه حضيفين الملح الملح يكون للباكر الصلصه اللي موجوده ضيفي ملح كلها على كيف بعد كافي خلص يكون يكون ملعقتين ملعقتين من الطعام للملح ضفنا هسه هنا عندي حيكون الطرشي بهالشكل هذا راح نخلي دبس الرمان راح نخلي دبس الرمان بهالشكل هذا خلينا دبس الرمان اوكي راح نخلي عصير الليمون خلينا عصير الليمون طيب احنا عندنا عصير يا عباس ان الارقام موجوده اسفل الشاشه اللي حبيت توصل ويشارك ويانا ويعرف مقادير الباتشا والطرشي وكل الاكلات اللي انتم حابين تعرفون كل أوكي. مقاديرها. هسه راح نخلي الثوم المهروس خلينا ممكن اثنين حبه من الثوم المهروس شو تقول يا عدي؟ ويدك يا عباس راح نخلي الملح هذا شو راح نخلي؟ هسه راح نضيفه هسه راح نشوفكم نجي هنا نفتح قفق ها عيني راح تديريه على دار مداير الباكر عدي هالشكل هذا حلو عاشت ايدك هنا اوكي مروه يا مروه الو شلونك عيني شلونك شخبارك؟ عشان ايدك على الطبخ الطيب ويدك ويدك يا طيبه انت طيبه
ايدك. ويدك عيوني الله يحفظك. اليوم شنو غداك اليوم؟ اليوم غدانا سبيناغ وتمن. سبيناغ وتمن. سبيناغ وتمن اه. كلش طيب السبيناغ. تحبين السبيناغ؟ اي. اه. والله. يعني حتى السبيناغ؟ لا تقول يسوي سبيناغ. اليوم شنو سجا تحب السبيناغ؟ قلت تراوسين اعطيك باكر تحطين سبيناغ. انا تمام انت شلونك؟ راوسي وياها بالباكر. اني زينه. شوفي سؤال، اني راح انطيك الباكه وانت تنطيني سبيناغ، شنو رايك؟ حبيبتي شكرا لك، هذا نوركم. اذا ممكن بس نصينا صوت التلفزيون. اني قلت ليش؟ قلت ليش راح البركه بعيوني بعيوني. تقول بعيوني خلاص خلاص هاي لا عاد احنا راح ننطيك باكه وانت تنطينا سبيناغ. اوكي اي حبي اوكي. شكرا لك يا طيب. هسه نجي هنا سجا شفنا شلون خلينا دبس الرمان وخلينا عصير الليمون وخلينا الثوم. تسمحني اكل هنا؟ ترشي؟ كيف اكل؟ لا خلاص ما اريد. حسيتك مو من قلبك لا اكلي ما اريد. هنا عندي هسه فلفل احمر البودره. فلفل احمر بودره ضفناه. فلفل الاحمر ما هيش صار البودره همز يوم ما وقعت النوبه تخيل عباس انا انتظرها بتوقع طبعا خلينا شويه الوقت خلينا علي انا الشطه خلينا الشطه يعني نخلي هنا الكاتشب هنا حلو امور ماشيه عندنا هنا عندنا الكمون راح نضيف الكمون ضفنا الكمون راح نضيف النعناع، نعناع الجاف اللي هي تتبية الطرشي تكون جاهز الاكل خاصة ويا الباكر. تمام. هنا عندي زيت الزيتون. خلينا زيت الزيتون، هنا الامور ماشية عندنا، اوكي. وراها راح نجي ناخذ شوية من المعدنوس. راح نقطع بهالشكل هذا. اخذنا شويه من المعدنوس خليناه راح نخليه بهالشكل ويا الطرشي راح نجي سجا اكيد حتكون هاي مهمتك مو؟ اي ناخذ خاشوقه راح نخلطها ونبقى نقلب ويا وعندي هنا كاستين نفرغهن حتى نفرغهن زين تعصر انت مننا؟ اي يلا وانا اصر مننا هاي وانت صوب الباكر وانا اسوي هذول طيني يلا وهذا راح نقلب هالشكل يعني شو تعلمني؟ يلا جاي تعلمني انت؟ يعني شلون تعلمني والله؟ هاي اوكي شنو هذا الكلام عباس رجاء؟ هسه نجي هنا نشوف الامور ورا ما خلينا زين ممكن تسووا لي زوم يا شباب حتى مبين انه انا دا اصب اذا ممكن لا 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 هيك مبين اكثر دائما نسوي شوف عباس الدارو عباس الدارو بس سجا ما حد يداريها اي لا والله هاي ما حد يقبلها اوكي نحب نذكر تكون هاي الطبخه براعة مطعم وحدائق اغصان الزيتون هسه هنا الامور ماشيه عندنا احنا نجي نقطع الخبز نقطع الخبز حتى عباس عباس ولا تقعد تجيب لي سكينه وتقطع لي اياها بالترتيب عباس هاي باكر جيبها انا قطع هيك زين بايدك يا ولد شوف يا ما شنو السالفه اوكي يلا هذا قابل احنا شنو يلا انا كمل الطرشي تعال تعال يلا راح يجيب لي السكينه استاذ عباس ويقطع لي مربعات شنو دا اكل انا بيتزا شنو الموضوع يا بي هاي هيك مالتنا مال اهلنا يلا هاي شنو الموضوع هذا يعني هاي طابه هاي وياك وحده عباس بس القصه آه. يعني ما خليها احنا هيك نريد اني ماكو باكر قصوها بالش اسمه عباس بالسكينه يعني هسه المشاهدين اذا يشوفونا ما يضحكون علينا انت مجدتنا على قولتنا احنا بالدين اوكي دلل يا مخرج بس الخبطه ما طرشي ما اقتنعت بيها سجع ها عيني الخبطه ما طرشي ما اقتنعت بيها صدق؟ يلا هاي يعني بعد انت سويتها اي يعني ما مخبوطه زين حسيتها اني بعدني ما هسه مثل ما نخبط الطرش بهالشكل هذا ممكن نخليه في الساحه انا اليوم جايه على الباكر او نخليه بالثلاجه يوم سجا مستقتله على الباكر اي والله ابا صار شهرين انا اقول لك عليه هسه ها هي بعد هنا اوكي ونخليه خليناه بالتتبيله مالته خليناه بهالشكل هذا
راح نجي ناخذ حبه من الليمون. ليمون فوق غصنك يا ليمونه. صاير هوايه تغني وتنكت ما شاء الله عباس عليك. شنو الكلام هذا؟ هسه هنا اوكي. الله باع عصات الليمون يا سجى باع. طبعا عصات الليمون سجى. عباس ممنوع منعا باتا احد يتقرب على الباكر. لا اويلي ولا ما ادري شنو. انا كل شيء راح اسمعه بدني راح احكي على الهواء هسه ماكو. هسه هنا اوكي راح نحضر امور الباكر. عندنا هنا ليمون وعندنا هنا الفلفل راح يكون يانا موجود. ناخذ قطعه من البصل هنا اوكي. هنا اوكي ناخذ شويه من البصل شويه بهالشكل هذا هنا اوكي. هسه عندي هنا ليمونه بالنص راح تكون ويانا طماطه حلو والطماطه امورها ماشيه مع يعني شنو مثلا اتفرج علي اكيد راح اكلها صار الساعه واقفه واسوي الخبز شنو الموضوع؟ هسه نجي هنا كل شيء اكله كل الباكر اكله. شوف بس المخ انا ما احبه تصدق عباس؟ المخ جديات والله يعني كل شيء اكل بالباكر ما عدا المخ بس عباس ضمني الاذان. لا قبل شويه عمر ما لك دخل بعمر كيف عمر لا ما شفتي شلون نشوه بالجذر نشوه؟ اي قلت له شويه قرب الجذر ايه؟ بدون ما يلزمه باي شيء كان يجي ولزمه هيك هاي حبتي. طيب خلينا نطلع بالاول بهاي اي ما له دخل هسه هنا اوكي ممكن احنا اول شيء ناخذ حتى نسوي المي مالته ماكو غيرها اي هاي المي اوكي نجي هنا ورا ما راح ننقعها احنا بالاول ورا ما ضفنا انت لازم تشرحي لهم شلون خلينا طيب. اللبن وخلينا الدهن الحر وياها احنا خلينا لبن ودهن حر خلطناهم مع بعض وحطينا معلقتين من الملح و بس اوكي يعني شوف انا ما اخلص من عمر لا هنا ولا بالباكر وهم بذني يطلع لي انا ما اقبلها عباس وخلينا الصلصه ويا ما قطعنا ال هسه صار شفت لونها شلون صار على البياض انطى وقلنا خلينا احنا الكركم شيء قليل من الكركم ممكن للنكهه هيدي يلا يا عباس ممكن يكمل وبهالشكل هذا راح تحسبيلي انت ولد 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 شنو شنو هاي السوالف اوكي نخبطه بهالشكل هذا خليه ينقع على راحته وان اضربي جاي تو ثري يعني شفتوها شلون قام شو يسوي حتى تغني الباكر تغني الباكر بدا يجي يملى ترى للعلم بس ما نريد احنا ما نريد مستغنين عن نريد ما تريدين عمر يجي؟ ما نريد لا ما نريد عباس بس انا اكله هالشكل هذا يعني شفتوا شلون تغني الباكر؟ هسه هم يجي عمر وهم يلوص علينا الموضوع اوكي يعني ما تريد يجي احنا شنو قلنا ناخذها ونضمها جوين اتفقنا وياك واحنا خلاص احكي يا فراس قليله ما نريد عمر اي لا اسمع اذا يسالوك المشاهدين لا تقول سجاكلته ها اي قول خلاص احنا انطيناها كافي 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 لنا اعطيني مجال حتى حنفرغ من المي مالتها حتى شنو تكون امورها ملوزه شو تقولين يا سجا؟ طبعا هسه هاي شنو هاي عمر بالاستوديو؟ هاي شنو؟ شنو الكلام هذا عباس؟ ضمها ضمها بسرعه ضمها ضمها حسب الله يابا الك والله هسه ناخذ الدهن الفوق اللي موجود شوفين يا سجا
اللي هو الدهن الحر، والدهن مالته الفوق ناخذ بالاطراف نلقاه. هذا حيكون الشكل هذا السر هنا. طلعت روحي دصبها محمود. لا شلون لعت؟ يعني لا يجي يجي قدامك يعني قدام الكاميرا يلا ترتاح دصبها ودا اقول لك يلا. السر هنا اوكي. انا اقول هاك الزم هاي حتى حاره. شوف شلون يا داري. الله اكبر عليك يا عباس. شوف ايش يسوي فينا. هاي الاعلانات شوف لا عمر قال لي ما راح تستوي عندك. قال ما تستوي احنا نقبلها بيوم. العظم مالتها شلون طلع بهالشكل هذا؟ طبعا ما عندي. ونخليها يلا هاي يلا. اوكي والله هاي الماكلة لا بيها نسوان ولا رياجل قنعوا نفسكم. المرأة إذا ما تصير بها ريحة طبخ وريحة لحم ودجاج خلاص ماكو هذا الحكي. احنا ناس عرب مو أوروبيين. السر هنا اوكي. هنا تكون عندي السيقان. اي سيقان سيقان. وهنا عندنا كرعانها. كرعانها حلوة. وهذا لازم يكون بهالشكل هذا يقعد حتى هنا. بس اوكي هسه قبل عباس بس انا قبل ما نختم بس اذا ممكن دقيقه تذكرون انه احنا من كنا صغار كنا نلزم هذا ونقول على اساس مسدس. هنا اوكي قلنا ناخذ الدهن الاطراف بالشكل هذا. حب نذكر تكون هاي الطبخه برعايه مطعم وحدائق اغصان الزيتون. راح نجي هسه هنا ناخذ بهالشكل هذا. خلي الطماطم هنا اوكي ناخذ شويه من الطماطم. عصير الليمون شويه نصنع عليها ليمون. هنا اوكي. شويه من البصل. عمي شختم والله انا حتى نسيت شنو احكي. انا احكي مكانك. والله العظيم نسيت شنو احكي. عمي اختم بدال انت. صار 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 صار. عاشت ايديكم ونقول الف عافيه. واليوم سجى وعباس واحدهم ما يتحاكى لان اثنيناتهم اليوم طبخونا بالغداء باكر. اذا وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا باكر بنفس الموعد. تقبلوا تحياتي عمر محمد وبالتصوير عدي فوزي وبالإخراج فراس الراوي وعماد وفراس ومع السلامة.